أكيد ألف مبروك لنادي الشباب، هارد لك للنصر وهارد لك أستاذ عبد العزيز. أبدأ معك، نتيجة أكيد ثقيلة وقاسية على نادي النصر، بالمقابل اليوم شاهدنا فريق الشباب منظم جدا يقدم مباراة كبيرة يعني بهيئة بطل بأبسط الأشياء. هل ممكن أن نقول أنه نادي النصر لم يتعافى بعد مما يعاني منه؟ أول شيء نعم نقول مبروك نادي الشباب، هارد لك نادي النصر. أنا أعتقد اليوم الشباب هو الأفضل من جميع النواحي. النصر بعد مباراة السوبر لم يعد مقنع لا أمام التعاون وهو يفوز، ولو يتعادل بصعوبة أمام الفتح في الجولة الماضية، واليوم يتلقى هزيمة ثقيلة شارك فيها مستوى المتدني للاعبين وخاصة الأجانب اللي مع الأسف هم من حصلوا على الكروت الصفراء. المجاملة المدرب لأكثر من لاعب، نقطة الضعف للمرة الثالثة أمام الاتحاد والفتح، واليوم الظهير الأيسر الذي لا أعتقد أنه بمستوى أنه يلبس شعار نادي النصر، وأنا انتقدت الإدارة منذ أن تعاقدت معه في بداية الموسم من نادي الحزم. النصر اليوم ليس يومه وعاد على والشباب استحق النتيجة بأخطاء. طيب. والدليل الهدف الرابع هي هدية من مدافع عن النصر. اسمحي لي أقول شيء. طب أنا هرجع لك أهني حكم المباراة. أوكي أنا هرجع لك إذا بدك. أنا بس بدي أهني حكم. أوكي تفضل. أنا لا أهنيه، أنا أهنيه بس رغم أنه وزع الكروت بكرم وبي يعني صخة يعني اليوم بعدد كبير، لكن أقول له أنه أجاد في قيادة المباراة. طيب هدفان من تسجيل جوانكا في ثاني ظهور بلا جانب كل من هالمرة قولي أنت الاسم من اللاعبين المحترفين اللي في نادي الشباب، كل من وايغا وأيضا بيانغا نعم للهدف الثاني، لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل فعلا أرسل النصر بالأحرى الشباب رسالة واضحة أنه لن يفرط في كل ما قدمه حتى الآن؟ الشباب طبعا بانيغا ومانغا يعني لاعبين لاعبين في هذه بانيجا. الشاكله لعبوا في الدوري الانجليزي، كثروا علينا المانغا في نادي الشباب، فيهم من لعب في الدوري الانجليزي وفيهم من لعب في الدوري الاسباني، لذلك قدموا مباراه من اروع ما يكون. بالمقابل طبعا النصر كانما النصر يؤمن بالقاعده اللي بتقول هو في فبراير مع الشباب يعني كفته دائما ارجح، وده طبعا ما صح. فافتكر انه اليوم الشباب يستحق الفوز لانه قدم مباراه من اروع ما يكون. نعم استاذ عبد العزيز، اول مباراه يعني لا يسجل فيها النصر مع هورفت، هل المشكله كانت فقط في الدفاع وتلقي نادي النصر كل هذه الاهداف، ام امام كمان الخط الهجومي كان هناك فرص مهدره كثيره؟ هو صحيح هي اول خساره لهذا المدرب من بعد اقاله فيتوريا، كانت كل المباريات الماضيه تعادل وفوز وحقق مباراه السوبر وكانت قراءته جيده، لكن في هذه المباراه قراءته كانت سيئة، تشكيلته كانت سيئة، يعني لاعب زي علي الحسن ما يخليه يبقي برا، إخراج خالد الغانم خطأ، بقى على سلطان الغنام، الظهير الأيسر ليس بجدير، عندك عبد العزيز. أنا بس سؤالي للإدارة وللكابتن حسين عبد الغني، أنتوا تعاقدتوا مع عبد العزيز علاوي ظهير أيسر خريج أكاديمية النادي الأهلي على أساس يكون ظهير أيسر، ليش تلعبون واحد لا يجد اللعب في هذا المركز؟ ليش تجيبون العلاوي؟ ليش؟ سؤال ليش تجيبونه؟ إذا ما تبي تلعبه في مركزه تنتظر يصاب حمد الله عشان تلعبه مهاجم؟ إدارة النصر ضايعة، النصر ضايع، ولكن نقول الحمد لله نوصل للنقطة 25 ولا كان مصيره. لكن وضعه صار أحسن مما كان عليه يا أستاذ عبد العزيز في بداية الموسم، تغير كثيرا. شوفي ربما أصبح يمكن خارج حساباته ربما اللقب بعد هذه الخسارة. أوكي. لا لكن هذا ليس لله هند، اسمحي لي لما بدأ الموسم
كان جاي من خسارة آسيا، اللاعبين 15 لاعب أصيب بكورونا، مدرب أصيب بكورونا، شيء خارج عن الإرادة، لم لا يستطيع أحد أن يلومهم، الدنيا طيب. كلها محيوسة بكورونا، لكن تعافيت حققت السوبر من أمام طيب. الهلال، تروح ترجع تصير لك دروب مرة ثانية، بعدين لله هند اسمحي لي، للأسف للأسف أنه الأجانب اليوم اللي يأخذون عشرات الملايين هم الأسوأ، يا أخي أعطوا فرصة لأيمن يحيى، للنجعي، لخالد الغانم، للاعبين المميزين. وصلت صراحة. فكرتك وصلت.